في السياق، أعربت ناشطات حقوقيات في مأرب عن قلقهم إزاء تزايد رقعة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في اليمن، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية. هنا ندين ونستنكر الجريمة البشعة التي حدثت للعشاري. هذه الجريمة يعني نطالب جميع الحقوق ونطالب جميع المنظمات بالوقوف معنا على هذه الجريمة وللحد من جرائم الحوثي المنتشرة في هذا الوضع، وخاصة في المرأة اليمنية وما تواجههم من جرائم. الاعتداءات الحاصلة في منطقة أب العدين من قبل ميليشيات الحوثي لامرأة يمنية اعتدوا عليها في الساعة 4 فجرا، فهي اعتداءات إرهابية وقتلها أمام أطفالها، فهي جريمة شنيعة يعاقب عليها القانون.